تمرير أمامية وصلت عند ميلنر، يتقدم المنتخب الإنجليزي الآن. ممتاز الكرة، فرصة لالانا، يتأخر ثم يمرر. الله 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 الله، وتمريرات جميلة جدا بين لاعبي المنتخب الإنجليزي. يسجل جيمي باردي، لاحظ الكرة من جانب ميلنر، مرر، كان هادي لالانا، لعب كرة ممتازة أدب لالانا لمصلحة والكر اللي مرر لجيمي باردي. تمريرات وجملة فنية إنجليزية رائعة رائعة جدا، بالنهاية في مرمى المنتخب الهولندي لأن يتقدم المنتخب الإنجليزي. الهدف الشخصي الثاني لآدم لالانا. أو رايزر ويانسن يسجل جول، جول لمنتخب هولندا، هدف تعادل للمنتخب الهولندي، وأول أهداف يانسن مع منتخب هولندا، أول هدف دولي في المباراة الدولية الثانية ليانسن. يسجل هدف لمنتخب هولندا ويتعادل من نقطة الجزاء. المنتخب الهولندي عن طريق يانسن يتقدم يانسن ويسجل تعادل. هنا الكرة وهنا لمسة اليد على داني روز، الحكم أعطى ضربة جزاء. يعني نشاهد دائما اللاعبين في العديد من المرات في فرصة جول، جول نارسينغ يسجل المنتخب الهولندي، هدف لمنتخب هولندا نارسينغ، بينما مطالبة بخطأ من جانب لاعبي المنتخب الإنجليزي في اللقطة الماضية. هل كان في دفع على مدافع المنتخب الإنجليزي؟ المنتخب الهولندي يسجل الثاني. 2 أصبحت النتيجة، هولندا في كرة مرتدة سريعة. لاحظ هنا المطالبة بخطأ، هنا